كده في كل مكان. اهلا بيكم وتجربه جديده. تجربه النهارده من التجارب اللي انا بحبها قوي، شابين من كليه التجاره ساكنين في نفس العماره جيران، قرروا ان هم رغم ان هم بيشتغلوا الصبح عايزين يزودوا دخلهم، عايزين يعملوا فكره جديده، فانشاوا هذه العربيه سموها 3 ويلز لان هي تريسيكل على 3 عجلات. وعملوا حاجه جديده في ناس ثانيه عاملاها، بس هم عملوها على نطاق اكبر شويه وشغلوا ناس ثانيه، شغلوا زميلات ليهم وصديقات ليهم يعملوا لهم حلويات، ومامتهم تعمل لهم حلويات، وبيبيعوا 8 انواع من الحلويات في على العربيه دي. واقفين في شارع جامعه الدول العربيه، وربنا يستر عليهم وما يتلموش بعد الحلقه دي. محمد احنا دلوقتي قدام العربيه بتاعتك. تمام. أوكي. في حاجات كتير قوي. حلو. فتعالى ناخد الاول كلمتين كده، الفكره ابتدت ازاي ومين شريكك وهنستضيفه. تمام. ويعني اديني تلخيصه كده. طيب هو الفكره ابتدت ازاي؟ الفكره ابتدت لما ماجد خلص جيش وجينا قال لي ماجد ده شريكك. ماجد شريكي وصاحبي من حوالي 20 سنه مثلا يعني. اوكي. جه قال لي لما خلص جيش رحنا ناكل في احد يعني الكافيهات الشهيره، وطبعا هو قبل ما يخلص جيش كانت الاسعار مختلفه عن لما بعد ما خلص، فلما جينا نحاسب فاحنا خدنا 2 شيز كيك يا جماعه، ايه الموضوع يعني في ايه؟ فلقيته هو اللي عرض عليا الفكره، قال لي طب ما تيجي يا محمد نعمل الحاجات دي باسعار، انا متاكد ان الحاجات دي اسعارها ارخص من كده بكتير لو احنا اللي عملناها. قلت له طيب ماشي. وابتدينا بالفعل. الموضوع المشكله بقى يعني في الموضوع كله ان احنا طولنا جدا في ان احنا ناخد القرار، او ان احنا يعني من الفكره لتنفيذها 9 شهور او 8 شهور. لا يا راجل. طيب خدت مننا. كنت بتدرسوا الحاجات دي هتتعمل ازاي؟ الحاجات دي هتتعمل ازاي؟ جربنا في اهالينا كتير حاجات كتير طبعا. مين فيكم اصلا بيفهم في الحلويات؟ بص هو احنا الاول اصلا ما كناش بنفهم فيها، بس هو ماجد هو اللي كان يعني هو اللي كان طموح قوي، بيسرش وبيسال ناس. سرش يعني بيدور على الناس. بيسرش على الانترنت يعني. بس فهو اللي كان بيلح عليا قوي عشان نبدا. طيب. والمشروع نفسه خد مننا لما قلنا خلاص احنا ننزل اول يوم العيد الكبير، خد مننا 4 ايام، يعني احنا ابتدينا شغل فيها قبل العيد ب4 ايام. اوكي. بتعملوا حاجات فين؟ بنعمل حاجات. بص هو في حاجات كتير البنات اصحابنا هم اللي بيعملوها، يعني مثلا ممكن تقول 90%. عندكم بنات اصحابكم كمان بتساعدوا؟ اصل احنا شغالين اصلا بالنهار فما عندناش بصراحه وقت ان احنا نعمل الحاجات دي. وبيعملوها لكم خدمه ولا بيزنس؟ لا بيزنس طبعا. بيزنس يعني بيعملوها ويبيعوها لكم وانتوا تبيعوها. هو مع ذلك ارخص من المحلات. طبعا. اوكي. والبنات اللي انتوا اصحابكم دول بيفهموا ولا برضو قاعدين؟ لا واخدين كورسات. واخدين كورسات. كورسات. طب كورسات حلويات. كورسات. طيب قول لي كده تلخيصا بسرعه، ايه اللي على العربيه؟ بص ده ايه؟ نبتدي بدي مثلا. امسك. تمام. دي ايه دي؟ دي بلاك فورست تشيز كيك. يعني هي شكلها زي التشيز كيك؟ هي من التشيز من جوه وتحت بسكوت بالشوكليت وفيها طبقه الشوكليت وفوق والبلو بيري من فوق، التوت من فوق. يعني عاملينها بطريقه مختلفه. بالظبط. طيب اوكي الاول نعرف كل حاجه ايه وبعدين نبتدي ندوق. هات بقى. تمام. طيب وبعدين كده وبعد كده قدامنا هنا دول اللي هم دي مافنز. المافن شوكولاته شوكليت وبلو بيري. الفانيليا دي بلو بيري. دي جوه بلو بيري. محشيه بلو بيري. طيب اوكي وبعد كده نجيب دي بقى. دي ايه دي؟ دي تشيز كيك، جابانيز تشيز كيك. يعني ايه جابانيز تشيز كيك؟ يعني تشيز كيك على الطريقه اليابانيه. ده فعلا على الطريقه اليابانيه ولا انتوا مخترعينها؟ لا هي تعتبر اختراع بس هي قريبه. ياباني عشان ما ازعرها يعني ولا ايه؟ لا هي اسمها كده يعني، بس هي اختراع جميل جدا. ايوه اسمها كده فين؟ هنا في مصر يعني. انت مسمينها كده. اوكي باينه بقى في الكاميرا. طيب اوكي. سيبها مفتوحه بقى معنا نفتحها. اوكي. بس يعني قصدي اقفلها كده عشان ما يجيش عليها تراب. دي التشيز كيك المتعارف عليها في جميع. طيب معانا سو فار عندنا 3 انواع تشيز كيك، العاديه والبلاك فورست والجابانيز. الجابانيز. طيب اوكي ده من شكلها كده الريد فيلفت. ريد فيلفت ما بحبهاش. طيب ايه اللي تحتيها؟ في عندنا بس نوريها للساده المشاهدين برضه. اوكي هات كده حطها هنا. تمام. اوكي
طيب ايه اللي تحتيها بقى؟ دي دونتس. دونتس تشيز دونتس، هي من جوه فيها تشيز. اوكي ده برضو اختراع. طب ازاي فيها تشيز وبارده؟ ما هي بتتباع كده بس عشان هي لازم يتحط عليها صوص، هي بتتاكل عليها توبنج يعني لازم طبع. لازم أوكي. نحط عليها كراميل. بس هي جواها جبنه. بس هي جواها جبنه فعلا. دي برضو اختراع يعني. عايزين نوريها كده، معلش همسك واحده هي اللي هدوقها. اهي اوكي. واللي تحتيها؟ اللي تحتيها دي شوكليت فادج. شوكليت فادج دي الشوكليت فادج فيها اختراع معين ولا لا عادية؟ لا هي فادج بس هي تعتبر البيست سيل عندنا يعني، دي اكتر حاجه بتتباع. طيب تعالى بقى اقفل بقى دي، نجرب كده حاجتين ثلاثة معاك. تمام. وحاجتين ثلاثة مع ماجد بحيث الناس يشوفوه برضه. نجاح مكانها. أكلك منين يا وزة؟ خد عندك برضه. تمام. طيب نبتدي بقى اللي هي ال بلوبيري مافن. نبتدي الله ومعالي وشوك. لا ده بص في شغل عالي وبرتغالي بقى. اوكي حلو. وبتدي للناس في الاطباق دي. بالظبط. دي حاجات جاهزه موجوده. لا دي عشان دي التيك اواي يعني، لو حد هياخد الحاجه او لو حد احنا برضو بنوصل بعض الاماكن القريبه مننا. طب ولا مؤاخذه هو في ايه يدخل في السنين يعني؟ جايب لا برضو احتياطي يعني. طيب اوكي ماشي. طيب ندوق بقى دي. دي اللي هي فانيليا وجواها بلوبيري. بلوبيري انت متاكد ان جواها بلوبيري؟ انا مش شايف بلوبيري. هتلاقيه جوه لسه. لسه؟ انا مش لاقي بلوبيري. انت متاكد ان دي بالبلوبيري؟ والله. لا دي من غير بلوبيري. ضحكوا عليك. بلوبيري. ضحكوا عليك. حط لك صوص طيب؟ لا هي بالبلوبيري. هي بالبلوبيري. لا ما فيهاش بلوبيري. استخرجني. هي طعمها حلو بس ما فيهاش بلوبيري. طيب نجرب التانية اللي هي بالشوكليت. شوكليت دول بنات صغيرين شباب يعني سنك كله بيعملوها. في وفي يعني في مثلا بس هم كلهم يعني. دول مثلا مين بيعملوهم؟ دول بنات صحابنا بس دي بنت صاحبتي كانت معايا في الشغل بس راحت شركة تانية بس هي بقى بتجيب لي الحاجة لغاية هنا. شاطرة. شاطرة حلوة دي احلى من الام بلوبيري. فاش بلوبيري. طيب دونا دول. تمام. طب عايز ادوق دي. ادوقها ازاي بقى؟ ده اقطع لك حته طبعا. بس اقطع لي حته صغيره مش زي اللي انت حاطينها دي. حته بقى نصها ربعها كلها. لا يعني انا عايز ادوق بس. بلاك فورست تشيز كيك جديده دي. طيب هو انا مش خبير حلويات برضه عشان ايه نبقى متفقين. عايز بس اوريها للكاميرا. زوم ان كده عليها. هي طعمها حلو بس هي عامله زي الموس. قريبه من الموس. في كذا حد في كذا حد قال لي ان هي قريبه من الموس. يعني انا ومنك ما نسميهاش بلاك فورست. ليه؟ هسميها موس. موس؟ تشيز كيك. ممكن نغيرها على المنيو دي. لان هي موس خالص يعني هي. حلو. اوكي. تمام. بص المشكلة لما بتعمل حلويات ان بعد كده سكر ورا سكر ورا سكر الموضوع ايه بيسيح جوه بقك يعني. فانا شوية كده ومش هيبقى عندي مش هستطعم أي حاجة. طيب انا كده دوقت معاك ثلاث حاجات. تمام. هكمل دلوقتي الحاجات الثانيه مع ماجد زيلي. تمام. ماجد العربيه دي عملتوها فين؟ احنا دي عملناها في وسط البلد
في حد مشهور بتعرف مشهور هناك بيعملها بالمواصفات اللي احنا بنطلبها يعني. بس انت مش طالب مواصفات معينه يعني عاديه طبعا احنا جبناها لان ما كنا احنا عملناها في 4 ايام قبل العيد. يعني خدت حاجه جاهزه من عنده تقريبا. لا عملناها خدت 4 ايام بالظبط. لا يا راجل 4 ايام بس عملناها. ايام احنا بدانا كل حاجه دي في 4 ايام. انا عايز اقول لك انت عارف ان انت وزمايلك اللي عملته اللي بتعملوا موضوع العربيات ده تمام احييتوا صناعه كانت بتموت. صناعه التريسيكل دي كانت تموت خلاص يعني زمان. هي جايه بدلها سوزوكي وجايه بدلها توك توك من ايام احنا زمان كنا اصلا معتمدين على العجل في كل حاجه بنروح شغلنا بعجل. بس لا انا بتكلم على صناعه التوك توك بناء على الموضوع ده. التريسيكل ابتدى ان هو يطلع بناء على ان احنا كنا بنستخدم العجل. فجت الفكره ان هم يعملوا تريسيكل وهم يطوروا التجاره بتاعتهم. لا انتوا احيتوا صناعه كانت تموت. وهي الفكره الكويسه برده ان كل واحد بيعملها بذوقه وبيعملها بطريقته المختلفه فبتدي منظر بالظبط. بص انا مش هقدر ادوق ده كله بصراحه. انا اصلا مش بتاع حلويات يعني. فانت اختار لي حاجتين ثلاثه كده اللي هم المميزين. طيب تمام. انت احنا ممكن طلعت دي من الدرج دي الكنافه دي برضو إيه؟ دي كنافه بالكريمه وممكن نحط عليها شوكولاته. شوكولاته فدي برضو بتبقى حاجه كويسه. حط لي على نصها بس شوكولاته عايز ادوقها بيه ومن غير. هاي الكنافه اهي حط لي على النص ده بس شوكولاته. هي المعلقه اهي طبعا عشان الجو برد ف اوكي كل حاجه ماسكه في بعضها. ناشف. طيب ندوق الاول من غير عشان هي بتختلف طبعا بالشوكولاته كتير. هي ملهاش طعم. دي ميزتها ان هي طعمها خفيف. سكرها خفيف. سكر خفيف جدا طبعا. مين اللي عاملها دي؟ احنا بنعملها احنا في البيت عندنا. في بيتك انت؟ دي بنعملها لان دي اسهل حاجه احنا ممكن نقدر نعملها. يعني ده ماما اللي بتعملها؟ تمام. دول عندنا بنعملوها هم في البيت. طالما ماما يبقى ما نقدرش نقول حاجه. حلو قوي. اوعى تفتح بقك. حلوه جدا. لا انا مش شايفها. طيب دقنا دي. تمام. ايه تاني؟ طيب انت ممكن تلبس بقى ليه؟ هلقص؟ عشان طيب لا وجايبين كلافز وبتاع. طيب ده بيتحط عليه ايه بقى؟ ده اي صوص. انا لمست دي. تمام مش مشكله. خلاص تمام. امسكها حضرتك. وفي شوكليت وكراميل وبلو بيري. بلو بيري. أوكي. بما ان الثانيه دي ضحك عليها ما كانش فيها بلو بيري. اوكي طيب ناخد دي. لا ده بلو بيري حقيقي. طب انت هتحط عليها بلو بيري في ايدي كده؟ ما انا اديت لحضرتك طبق. تاخد طبق. انا كل حاجه موجوده. اوكي طبعا نقطعها ونديها نقطع الطبق؟ لا هنقطع الدونت. اوكي طيب خلينا هنا عشان الكاميرا تجيبها برده. تمام. بس كده عايز ادوق الاول من غير. ايه نوع الجبنه دي؟ جبنه كيري. اوكي برضو مضروبه. كله مضروب. كله معمول عامل زي الموس بالظبط. هو كلها جبنه بتبقى متخففه بتبقى عامله زي السيرش بتاع اللبن. اوكي دي حاجه برضه. دي حاجه تحفه يعني وخفيفه مش تقيله. حتى كدونت فكرها مختلف شويه. دي في منها بيبقى محشي نوتيلا. تمام. انت معاك سمك؟ اوكي حلو ده. تمام. هنخش على الجابانيز. ثواني بقى الجابانيز تشيز كيك ووقفل على كده. دي بقى حاجه مختلفه خالص. هي خليط من حاجه. ده سبونش كيك هشه. هي دي جواها تشيز بس هي واخده السبونش ده عشان عايزين نوريها تديها زي ان هي زي تبقى طريه بس. سبونج من عكس ان تشيز من غير بسكوت. هي تعتبر تشيز بس من غير البسكوت اللي التشيز كيك اللي احنا متعودين عليه. ده اختراع بتاعكم. هو احنا واخدينه من مطعم ياباني. ياباني بغير ملكك. فاللي هو طيب ده دي مين اللي بيعملها بقى؟ دي احنا من الناس اللي بناخد منهم. برضه الاصدحاء. احنا بنحاول نشغل بعضينا. لينا بنات زمايلنا بنشتري منهم بيعملوا افكار جديده بنحاول نشغل بعض. حلو قوي يا جماعه. حلو قوي. برضه ممكن تحط عليها بلو بيري او الشوكليت. هي طعمها لوحده حلو قوي. هي تعمل تشيز كيك بس على سبونج. على سبونج بالظبط كده. برافو. ميكس. طيب تعالى بقى نتكلم اسعار. المافن بكام؟ المافن دي ب 11. تمام. اللي تشوكليت او البلو بيري الاثنين زي بعض. الدونت سيبنا نسوق. حاضر. الدونت بكام؟ دي ب 10. الكنافه الساده ب 8 بالشوكليت ب 12
اوكي الجابانيز 15 ده السلايز اه السلايز ما احنا اي حاجه سلايز ودو عندنا ودوت ايه تاني تم نقول بالمره الريد فيلفت ب 15 السلايز برضه السلايز اه التشيز كيك العاديه ب 15 اوكي الشوكليت فودج ب 15 اوكي البلاك فورست ب 20 انا قلت له يغيرها خليها موس ب 20 هي بس عشان واخد الشوكليت فيها زياده فتحس ان هي يعني مش يعني ملهاش طعم بس هي داعيه طعمها بصراحه انا الراجل ده يوديكم في داهيه بيقول لك ملهاش طعم لا يعني قصدي السكر السكر بتاعه بيبقى قليل جدا طيب انا بس خلاص بس حاجه ثانيه لا لا هي معظم الاسعار عندنا 15 طيب كده يبقى احنا لمينا مور اور ليس معظم الحاجات اللي هم بيبيعوها تعال نشوف برضو وجهه نظر الناس اللي بتاكل من عندهم اسم كريم ايه؟ وائل وائل انت لسه واكل من عندهم دلوقتي؟ اه يعني جيت له شويه كده قبل العشاء وبعد كده جيت كملت بعد العشاء جيت له مرتين في يوم واحد؟ اه يا سلام اه والله معاك فلوس بقى؟ لا طب شاركني يعني طيب مع الرجاله لا انا جاي عامل حسابي ان انا اشجعه جاي منين؟ من مدينه نصر وسمعت عنه ازاي؟ من الفيسبوك من مدينه نصر جاي تجربه؟ انا يعني انا من مدينه نصر رحت شغلي المعادي تمام بعد كده خلصت شغلي على الساعه 3 كده جيت انتظرته في النادي انت اكيد مش متجوز بعد كده بقى جيت هنا لا اكيد مش متجوز ايوه طبعا اللفه دي بتاعت عازب طب قرب بس الميكروفون قول لي دقت ايه وايه رايك فيها؟ انا دقت الست اصناف من الثمانيه تمام اللي هم التشيز كيك انت اكيد كده ما بتحبش السكر ها؟ لا لا اكتر حاجه بحبها اكتر الحلويات واضح لا واضح طبعا 6 من 8 التشيز كيك والشابانيز تشيز كيك والمافن بس الشوكليت مافن وجربت الكيكه الكنافه تمام والريد فيلفت بس والفج والفج طب ايه رايك بقى ايه اكتر حاجه عجبتك فيهم الشابانيز جابانيز تحس ان هي جبنه بس كده طعمها كيكه طب والباقي ايه تديهم كام من 10 8 من 10 طب انت ايه رايك في الفكره نفسها الفكره اصلا انا جاي عشان تشجيع ليهم ان المشاعر زي كده عشان تكبر وتنجح عايزه تشجيع من الناس اللي هتيجي تتعامل معاهم وتشتري وتاني حاجه تشجيع برده من الدوله ودعم ليهم عشان الموضوع ده يستمر ويكبر اكتر ويعني بدل مثلا يبقى في عربيه يبقى في اكتر من عربيه وبعد كده يبقى محل وهكذا طب مش ندمان انك لفيت من مصر الجديده سوري مدينه نصر المعادي حد هنا وهترجع تاني لسه لا وبعد كمان المحل لما تخلص هكمل تاني لسه صنفين لا يا راجل والله لا لازم انت بجد هتجرب الثمانيه لا ناوي بس كده ايه اخبار السكر عندك طيب تاخد بريك كده شويه وكمل الباقي طيب انا بشكرك و شكرا يعني مبسوط لك من انا والشيف وبكده انا بخلصنا حلقه النهارده وتجربه النهارده وابوس ايدين المسؤولين تبنوا الناس دي بدل ما الشباب بيجي يقول لك عايزين شغل ويخبطوا ويقوموا بثورات وعايزين واعتراضات ووظفونا الناس دي بتشغل نفسها بنفسها ارجوكم لقيلهم قانون ولو حتى قرار محافظ في كل محافظه ان هم يبقوا ليجل يبقوا قانونيين خلوا عليهم تفتيش صح ادوهم رخصة اي حاجة يعني بدل ما هي رخصة بائع جائل خليه بائع مثلا ثابت مثلا اخترعوا حاجة مش عيب عشان نخلص من المشاكل اللي عندنا واللي اهمها ان الشباب مش هي شغل الشباب اللي بيشغل نفسه وبيلاقي نفسه افكار وبيشتغل تعالى نعمل عليهم رقابة بقى انهم متأكدين ان هم بيستعملوا حاجات صالحة بيستعملوا حاجات نظيفة بيتعاملوا مع الاكل بنظافة ونكسب من ناحيتين نكسب شكل حضاري العربيات حلوه شكلها حلو بتبيع في الشارع زي كل انحاء العالم ونكسب ان الشباب بيشتغل ما بيقعدش يمد ايده ولا يتجه الى سكه غلط نشوفكم في حلقه تانية من اكيد ان شاء الله ويكون فيها برضو افكار حلوه وشباب حلو